إلى الشك. في المقابل تبدأ الهوية في الشك وتنتهي إلى اليقين. من بعد ما تنتج الأحداث هي التي محضت الهوية ديال هابط. يعني في الأول كان يعتقد نفسه متذبذب ما بين هويتين، انتهى إلى أنه مغربي وشارك في الأحداث وقام بواجبه الوطني وظهرت فيه خصلته وهويته المغربية. في المقابل التعايش الذي كان يظهره الآخر كان مبنيا أساسا على نظرتهم هما لهذه المدينة، تنتهي في النهاية إلى شك. هذا من بعد ما توقع الأحداث الناس رافضين، وغادي يبان وجود آخر كان لا مرئي. الناس ما عندهمش صوت وما عندهمش وجه، لا وجه لهم، لا انفيزيبل في الاسباس، هما الناس ديالهم، هما كيتبعوا واحد الأرض ولكنهم لا يراو. لا فيزيبيليتي دو لاتر ماروكان كان خطير في هذه الرواية، زعما العملية ديال أنهم ما كيبانوش ولكن خطير كيعيشوا. على سميتو كنتذكر القولة ديال أبو العلاء المعالي، خفف في الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد أو فمشي الهويلة إن هذا ترى من أعين ساحرة الحويرة. هذه الأعين لم يكونوا يرونها، كانوا يدسونها وكأنها غير موجودة. هذا هو التعليق.